السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ فاينل فانتازي 16 واحده من افضل العاب البي اس 5، وعلى الرغم اني استمتعت في كل لحظه مع اللعبه دي، لكن مع الاسف كرهتها فجاه وما قدرتش اني اكملها. مع الاسف اللعبه فيها شذوذ، شيء مؤسف فعلا. انا عايز اقول لكم ان حرفيا اللعبه دي انا كنت مستعد اديها 10 من 10، لكن بعد ما شفت احد المشاهد ده خلاني اقفل اللعبه خالص، وهتكلم عن ده قدام بشكل اوضح، وهوضح ليه اللعبه اتمنعت في الستور السعودي. لكن زي ما اتعودت هنا في القناه، لما الاقي لعبه بتختلف مع ديننا، ثقافتنا ومبادئنا، فانا بنتقد الجانب ده، وبعرف المشاهد نوعيه البلاوي اللي فيها، وبمدح على الجانب الايجابي والحاجات اللي عجبتني، لان ده دوري كصانع محتوى. ما ينفعش ان اضلل المشاهد، وما ينفعش انكر الجهود العظيمه اللي اتبذلت في اللعبه دي. وبصراحه فاينل فانتازي 16 هي اسطوره القتال. اللعبه قدمت نظام معارك خرافي، والفيديو ده برعايه محلات جيمز تو ايجيبت لبيع اي شيء يخص العاب. فتعالوا نتكلم على فاينل فانتازي 16. هتكلم على كل ايجابياتها وسلبياتها. اللعبه متوفره على بلاي ستيشن 5، والمراجعه ما فيهاش حد. المعارك اللي هستعرضها فهي مش مؤثره، فيلا بينا. واتمنى دعم القناه باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. في البدايه، المراجعه دي مبنيه على حاجتين: انتقاد الجوانب السلبيه وتطبيل للجوانب الايجابيه. لكن عموما ليه اللعبه اتمنعت في الستور السعودي؟ ده لان اللعبه فيها مشاهد خارجه. اللعبه فيها مشهد شاذ، المشهد ده كان فيه واحد مش عارف والله يقولها ازاي، بس كان فيه واحد بيقبل واحد تاني. انا حرفيا شفت ده وانفجرت من جوايا. فليه طيب؟ يعني هو ده اللي هينجح لعبتك؟ سكوير انكس، انتوا عاملين لعبه اسطوريه، لعبه اسطوريه بالمعنى الحرفي. انا والله يا جدعان لما شفت المشهد ده انصدمت صدمه حياتي. وعايز اقول لكم يا رجاله ويا بنات اني لما شفت المشهد ده فقفلت اللعبه وما كملتش. بصراحه انا كرهتها، يعني مش عارف اوصف الشعور ده ازاي. عارف لما تبقى مبسوط من حاجه وحد يعكنن على مزاجك؟ ده بالظبط اللي حصل. فانا كنت طوال الفتره دي مستمتع باللعبه وحبيبها جدا، لكن فجاه نسيت كل الابداع ده ومش متشجع اني اكمل. لذلك انا مش هديها تقييم رقمي، واعتقد ان المشهد ده بعد حوالي 25 او 30 ساعه من اللعب، واظن ان اللعبه تخلص في 35 ساعه. وفعليا ما اعرفش لو اللعبه فيها مشاهد مخله تانية ولا لا، بس اكيد عارف ان هلاقي حد مش مصدقني او يقول لي انت حاقد على اللعبه، انت اكس بوكس فان. بجد بستغرب من الناس دول، بدل ما ينتقد سياسه الشركه لكنه جاي يقف في صفهم ضد الشخص اللي بينبهه. وانا ممكن انشر المشهد ده على تويتر علشان خاطر الناس اللي مش بتصدق، لكن ببساطه انا هكدب ليه في حاجه زي دي؟ فانت ما ينفعش تنتقد واحد بيقول لك الحاجة الصحيحة، انما المفروض تنتقد سكوير انكس اللي ما احترموش اللاعب العربي ورفضوا انهم يحذفوا المشهد. يعني فعليا لو المشهد ده ما كانش موجود فانا ما كنتش هشوفه، وبالتالي كنت هكمل اللعبة وهديها تقييم تستاهله. انما هنا الشركة ما احترمتش ديني، ما احترمتش ثقافتي، ورفضوا انهم يعدلوا اللعبة. تمام، هم احرار وبرضو انا حر في اني اوصف تجربتي للمشاهد، فانا ليه المفروض احترم مشاعر الشركة اذا كانت الشركة ما احترمتش عقيدتي ومبادئي؟ بص يا صاحبي، انا دخلت مجال اليوتيوب لان بالنسبه لي هو رساله لازم اقدمها بشكل صادق. انا وظيفتي اني اقول لك الموجود في اللعبه، وانا ماليش حكم عليك. عايز تلعبها براحتك انت حر، ولو مش عايز فبراحتك برضو، ده مش شغلي، انت حر باللي تعمله. لكن ما ينفعش اخبي حاجه زي كده. فلنفترض انك هتجيب اللعبه دي لابنك او لبنتك يعيدوا فيها، فهل هترضى يشوفوا المشاهد دي؟ اكيد انت ممكن تزعل انك منتظر اللعبه وبعد كل انتظار ده تلاقي فيها مشهد مش تمام وده اللي يكرهك فيها، لكن اكيد تقدر تتخطى اي مشهد سينمائي، لكنك هتبقى مش مرتاح وانت بتلعب، خايف من اي مشهد يكون فيه وراه مصيبه، بل حتى احتمال تتخطى مشهد مهم للقصه ويبقى مفهوش حاجه. مع العلم ان اللعبه فيها مشاهد قبيحه بين راجل وست، بصراحه كانت مشاهد قذره وفيها تعري، بس ما كانتش ظاهره اي مناطق حساسه. وفعليا انا عندي سؤال لسكوير انكس، ايه المانع عندكم تحذفوا المشاهد دي؟ يعني ده مش هيخسركم، والمفروض تحترموا ثقافه العرب. زي ما في مطورين بيحترموا عادات الشعب الياباني وبيقللوا الدماء والعنف في الالعاب علشان تنزل في اليابان، يعني احنا مش طالبين حاجه مستحيله، فانت ليه متمسك بالبوسه دي؟ والله قعدت اضحك لما الشخص الشاذ قال للشاذ التاني، قال له سامحني لكنك المفروض انت تبقى سيدي. يا ابن العبيطه، والله ما بهزر، ده اللي حصل. فالمشهد الشاذ تقريبا ما تخطاش العشر ثواني، بس كان كافي يفصلني من اللعبه. وعايز اقول لك ان من فتره للتانيه بسمع بعض التلميحات عن الشذوذ من خلال حوارات، زي مثلا كان في واحد بيقول لي بطل اللعبه كان بيقول له بالرغم من جمالك لكنك انت مش من نوعي المفضل. بصراحه قعدت اضحك من كميه الهطل والعبط.
فمعرفش لو الجملة دي مساطة اللي جه في بالي ولا ايه بالظبط. مع العلم ان مؤسسة التصنيف في السعودية تواصلوا مع سكوير انكس لمدة 8 شهور وشرحوا ان ده ممنوع ومحرم عندنا، تخيل بيطردوهم طوال الفترة دي. ولكن مع ذلك سكوير انكس رفضوا يحذفوا المشاهد وقالوا لا. اللي مجنن انهم مترجمين اللعبة، يعني ده يوريك انهم مهتمين باستهداف اللاعبين العرب لكن مش عايزين يعدلوا النسخة العربية. انا والله دماغي ضربت ما بقتش فاهم حاجة، لكن الشركة اختارت ان اللعبة تتمنع احسن من انها تنزل متعدلة. طيب تعالوا نتكلم على الجانب الايجابي. في الاول عايز اتكلم عن القصة وبدون اي حرق، بصراحة انا معجب بالقصة وبمعانيها. يعني على سبيل المثال تطورات القصة، فانت بتبدأ القصة مع شخصية كلايف وهو ابن الملك، ومع تطور الاحداث فكل شيء هيختلف وهيبقى فيه اختلاف في معاملة الناس ليك. فبعد ما كنت ابن الملك اللي بيتعامل معاملة خاصة من حاشيته، ولكنك هتحس بمعاناة الجندي اللي بيحارب في صفوفك، خاصة ان الجزء ده رجع لجذور السلسلة مع التركيز على الكريستلز العصور الوسطى والمماليك. وفعليا اللعبة جسدت الخيانة المؤامرات التمرد والسلطة بشكل ممتاز، وده اللي مميز سلسلة فاينل فانتازي. فبشكل عام القصة مشوقة وبتتطور بشكل ممتاز وسريع وبدون اي مط، والشخصيات على الرغم من ادوارهم البسيطة لكن ظهورهم كان مميز وليهم هدف. فاحل حاجة في الشخصيات ان مفهومش طيب او شرير، كل شخص له هدف على الرغم انك انت شايفه هدف دموي وسيء لكن هما شايفينه هدف نبيل. فسودوية القصة والتوستات كان شيء رهيب، وحتى الترابط بينك وبين الشخصيات المرافقة فكان ممتاز. لكن بالنسبة لنظام القتال، وبصراحة يا برينس القتال عظيم وممتع، وفعليا كل ما بخلص معركة ببقى عايز ادخل معركة تانية اللي هو يلا اللي بعده، عايز ادمر اي حد. بصراحة المعارك بتحبس الانفاس وكل معركة شعورها مختلف، كل معركة هتدخلها هتقول ايه الابداع ده. فعليا يا رجالة ويا بنات القتال مش حرف اوصف مدى روعته. فميزة القتال في فاينل فانتازي 16 انه سريع متنوع وبيتطور مع اللعب، واعتقد انه اسرع قتال شفته لعبة اكشن ار بي جي. وعلى الرغم انها مش لعبة هاك اند سلاش بشكل حرفي، ولكن بتقدم بعض عناصر الهاك اند سلاش البسيطة، انما هي لعبة اكشن ار بي جي ومعك عدد من الحركات القتالية بنظام انيميشن محترم، خصوصا المؤثرات والبارتكلز زي النيران والرعد فكانت تحفة، وتقدر تضرب عدد لا نهائي من الضربات وبشكل متتالي، فما فيش عداد استامنة. ومع التقدم باللعب بتاخد قدرات متنوعة فالقتال بيتطور بشكل جيد. وبصراحة كنت بستمتع لما بستخدم قدرة ترمي الأعداء جوه زوبعة وبقعد بتفرج عليهم وهم بيتشقلبوا، أو لما تشغل قدرة شبيهة بالغضب بتاعت كريتوس وتنفذ عشرات الضربات في ثواني مع منظر النار في كل حتة كان شيء فخيم. لكن تعالوا نتفق على حاجة مهمة، وهي إن مؤخرا معظم قتالات في الألعاب مبنية على نظام السولز، بحيث إن المعارك معتمدة على إنك تضرب وتتفادى وتحفظ تحركات الزعيم، إنما في فاينل فانتازي 16 القتالات مبنية على أسلوب كلاسيكي بنظام صد مختلف. وبصراحة إحساس جامد لما عدو يضرب وإنت تصد ضربته من خلال هجومك عليه. وإحنا بقالنا فترة طويلة ما شفناش لعبة أكشن آر بي جي معتمدة على القتالات السريعة والخفيفة، الاسلوب ده بقى قليل مع الاسف. فالقتال في فاينل فانتازي 16 كان سلس ومتقدم بشكل جيد، خاصه معارك الزعماء، وبصراحه كانت قمه في الابداع. فاخراج معارك الزعماء وتصوير العروض كان شيء فخم وافخم من الفخامه، برضو مع الموسيقى والحانها الملحميه. فلو هي معركه مؤثره او حزينه او معركه حماسيه فالموسيقى بتتبني على حسب طبيعه القتال، بصراحه كان شيء في منتهى الروعه. وكل معركه زعيم هتقابلها فهي اعظم من اللي قبلها، وببقى عايز المعركه ما تخلصش. ففعلين يا جدعان المعارك اسطوريه. برضو عجبتني نقطه اسماء الضربات اللي بتظهر، بحيث ان ضربات الزعماء بيبقى ليها اسم، كانت حاجه حلوه الصراحه. وكل معركه زعيم بتخوضها فهي مختلفه من حيث حركاته القتاليه، ساحه القتال، تنوع افكار المعارك، والتفاعل بالزراير كويك تايم ايفنت. بصراحه يخرب بيت الابداع، كان في لحظات اثناء المعارك كنت مبتسم ومذهول وبقول يخرب بيت الفخامه والابداع. انا كان نفسي اوريك اللحظات دي بس للاسف هبقى بحرق عليك. فالاخراج السينمائي والافكار شيء عظيم، او برضو تنوع المواجهات. فمثلا في زعماء لما بتحاربهم في المواجهه الاولى لكن مع المواجهه الثانيه والثالثه فبتختلف جذريا، فتنوع كل المواجهه كان شيء تاريخي باخراج ملحمي اسطوري. لكن بالنسبه للمرافقين، ودي كانت من افضل حاجات اللي عجبتني في المعارك، وهي انك انت مش مسؤول عن المرافقين. ففي الاجزاء اللي فاتت انت المفروض تدي صحه للمرافقين عشان ما يموتوش اثناء القتال، فانت بتضطر توقف لعب وتعمل هيل للفريق، انما في الجزء ده انت مش مسؤول عنهم، وده شيء جاد جدا، بل حتى تفاعلهم في المعارك كان ممتاز. لكن تعالوا نتكلم على بعض السلبيات زي تشابه الشخصيات، بحيث ان معظم او كل الشخصيات كانوا نفس تصميم الوجه. يعني على سبيل المثال ده ابو البطل، ده صاحب البطل، ده صاحب صاحب البطل، وده مدرب البطل، ده ملك الاحد المماليك،
ده واحد كده معرفوش، دي ام البطل، دي واحده تانية خالص كانت عايزه قله ادب. فبنلاحظ ان كلهم متشابهين لدرجه ان في الاول كنت متلخبط. فبصراحه مستعجب ان اللعبه بكل ابداع ده وتيجي حاجه صغيره زي دي يكسلوا فيها. برضو نقطه المهمات الجانبيه ومعظمها كانت ضعيفه. هو بصراحة اللوت أو العائد كان كويس، إنما المهمات الجانبية ما فيهاش قصة. وبرضه تمنيت إن أثناء التجول في عالم اللعبة أو أثناء عمل أي مهمة جانبية فيلاقي تفاعل من المرافقين، بحيث لما أكتشف شيء فيلاقي منهم تفاعل، بس كانوا في حالة صمت تام طوال اللعب الجانبي. وبس ما أعتقدش إن واجهت أي سلبيات أو عيوب تانية، فبالعكس ما واجهتش أي أخطاء تقنية واللعبة شغالة زي الحلاوة. طيب تعالوا نتكلم على مستوى الرسومي. أنا لعبتها على مودين 30 فريم وبرضه لعبتها على 60 فريم ومنظرها كان محترم. بصراحة اللعبة قابلة للعب على المودين، وعلى الرغم من الرسومات مش أفضل شيء وكانت عادية أو ضعيفة إلى حد ما، لكن بصراحة منظر البيئات كان يفتح النفس. تصميم وجوه الشخصيات الرئيسية فكان جيد جدا، تصميم الملابس تحفة خصوصا لبس البطل. أما الأصوات، الموسيقى كانت خرافية ومحترمة وبتشتغل في الأوقات المناسبة، فمثلا أثناء الصحاري بتشتغل موسيقى وألحان عربية، أثناء المعركة بتشتغل موسيقى ملحمية، كان شيء عظيم بصراحة. فكل منطقة وكل حدث له موسيقى والحان خاصة. مع العلم انا لعبتها بالصوت الياباني والانجليزي، كنت ببدل بينهم كل فترة. بصراحة الاثنين ممتازين، لكن الصوت الياباني كان افخم. في النهاية فاينل فانتازي 16 ببساطة كانت ممكن تبقى واحدة من اعظم العاب السنة دي، لكن مع الاسف انا مصدوم ومتضايق من اللي شفته، ابتداء من المشاهد القبيحة والتعري وثم المشهد الشاذ. بصراحة انا كنت حابب اللعبة جدا، مستمتع في كل قتال، تنوع محترم في القدرات والحركات القتالية، كل معركة زعيم كانت اسطورية، اخراج المعارك كان تحفة مع افكار جديدة ومختلفة، والقصة والشخصيات كانوا ممتازين. وفعليا اللعبة قوية جامد وهتنافس على لعبة السنة، بس مع الاسف الحلو ما يكملش. والناس بتحب الارقام وبناء على لعبته، فانا لو هقيمها هديها تقييم عالي لانها قدمت شيء خيالي، انما المشهد الشاذ ده خلاني ابقى قرفان من اللعبه، حرفيا قرفت وكرهت ومش مستمتع باللعبه زي الاول، مش متشوق اني اكمل فيها، وبسال نفسي قد ايه كنا هينبسط من اللعبه لو ما كانش فيها شذوذ او مشاهد خارجه. انا مستاء من طريقه سكوير انكس مع لاعبين الشرق الاوسط، فالسؤال اللي مش لاقي له اجابه، ليه سكوير انكس رافضين انهم يعدلوا النسخه العربيه؟ ليه مش محترمين دين وثقافه لاعبين الشرق الاوسط؟ يا ريت لو حد يعرف هيقول لنا. تخيل ان دي تقريبا اللعبه الرابعه في السنه دي يكون فيها شذوذ، بجد مش عارف ايه اللي بيحصل في الصناعه. عموما وزي ما قلت انا ماليش حكم على حد، اي شخص عايز يشتريها ويلعبها هو حر. انا دوري انا اللي مشاهد التجربه بتاعتي بدون ما انقص او ازود شيء. احب اسمع منكم انتوا ناويين على ايه، هل هتلعبوها وتعملوا سكيب لمشاهد الخارجه، او هل هتجيبوها مستعمله ولا بتخفيض، ولا مش هتلعبوها نهائي؟ فشاركوني رايكم. ولو انت مقيم في مصر او في الامارات فراعي القناه محلات جيمز تو ايجيبت بيوفر اجهزه والعاب للبيع، هسيب التفاصيل تحت الفيديو. بشكركم على المشاهده واتمنى دعم القناه باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتقدروا تتابعوا صفحات على انستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.